وفي عالم الاقتصاد أعلنت وكالة ستاندر أند بورز للتصنيفات الائتمانية سحب تونس من قائمة البلدان التي يتم تصنيفها. الإعلان نشرته الوكالة عبر موقعها على شبكة الإنترنت، وأكدت فيه أن القرار يأتي استجابة لطلب تقدمت به الحكومة التونسية. في المقابل وضح البنك المركزي أنه هو من تقدم بهذا الطلب. أعلنت وكالة ستاندر أند بورز للتصنيفات الائتمانية سحب تونس من قائمة البلدان التي يتم تصنيفها، وتم السحب بطلب من الحكومة التونسية حسب ما أكدته الوكالة في بيان نشرته على موقعها على شبكة الأنترنت. إلا أن البنك المركزي أكد في بيان أصدره عشية اليوم أنه هو من طلب من الوكالة أن تسحب اسم تونس مؤقتا من قائمة البلدان التي تصنفها، وفسر البنك المركزي قراره خفض عدد الوكالات التي تتولى مهمة تصنيف ديون تونس بتشابه نتائج تصنيفات أغلب الوكالات، وسيكتفي البنك المركزي بتصنيف الوكالة الأمريكية موديز والوكالة الأوروبية فيتش أند رايتينج والوكالة اليابانية أرانداي. طلب الانسحاب إجراء شبهه بعض المختصين بسياسة النعامة، كما نبه آخرون من تبعات هذا الإجراء. إذا نشوفوا يعني مهمة هذه الوكالات هي مثل يعني مقياس الحرارة، هو ينبهك يقول لك راه رد بالك في الجسم نتاعك الاجتماعي والاقتصادي والمالي والسياسي، راه عندك مرض، فالإنسان إذا يكسره هو ما يحبش يرى الواقع، هي سياسة النعامة. فإذا يعني أعتقد أنه خطأ كبير. هو طلب سلبي، هو رسالة سلبية جدا إلى السواق المالية العالمية اللي باش نلتجئوا لها باش نمولوا جزء من ميزانية الدولة سنة 2014، هو رسالة سلبية جدا أيضا إلى المستثمرين الأجانب، رسالة سلبية جدا إلى المنظمات المالية العالمية وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. أعتقد هذه الرسالة سلبية، خاصة إذا ما أخذنا في عين الاهتمام وأنه فما بداية وفاق سياسي، وهذا الوفاق السياسي سيؤدي إلى استقرار سياسي بعد توضيح المشهد السياسي، وطبيعي جدا أنه في هذه الحالة الترقيم السيادي لبلادنا كان سيرتفع. وكانت وكالة ستاندر أند بورز خفضت للمرة الثالثة في شهر أوت الماضي تصنيف ديون تونس السيادية طويلة الأجل من بي سلبي إلى بي مع المحافظة على آفاق سلبية، وفسرت الوكالة ذلك بتواصل ما وصفته بالغموض بشأن التحول الديمقراطي في البلاد وتواصل الأخطار على المستوى الأمني وتأخر تونس في تطبيق الإصلاحات المطلوبة من المانحين.